لصدمة أخرى في الشارع المصري بعد الكشف عن تفاصيل مقتل الطالبة نجلاء من محافظة البحيرة. إيه اللي حصل بالظبط؟ خلونا نشوف مع بعض في التغريدة دي. جريمة في المول، من قتل نجلاء عاشقة العمل الخيري في البحيرة؟ طيب نجلاء دي طالبة شابة اتقتلت في مكان عملها، وصحيح ما تجيش الطعنة غير من أقرب الناس، ده اللي كشفته التحقيقات بعد ما ذكرت أن صديقة نجلاء هي وراء تدبير حادث القتل. خلينا نشوف كده ليه قتلت صاحبتها لأخذ وظيفتها في عيادة طبيب عيون بأحد المولات. هي التغريدة بتقول: مفاجأة في مقتل نجلاء بعيادة طبيب العيون بالبحيرة، صديقتها خططت لقتلها. وفي التفاصيل المجني عليها توفيت بسبب اسفكسيا الخنق بعد أن استخدم المتهمين الإشارب الذي كانت ترتديه نجلاء وقت الحادث بعدما صرخت وكانت هتلم الناس عليهم، إنما الخطة ما كانش فيها قتل زي ما نشرت الصحافة. الفكرة إن هي كانوا عايزين يسرقوا إيراد العيادة عشان يتم طرد نجلاء من شغلها وتشتغل صاحبتها دي بقى إيه مكانها. ولكن نجلاء كشفت السرقة وصرخت فكانت الجريمة. إنما الصدمة بقى إن المجني عليها استغاثت بصديقتها وهي بتموت. يعني دلوقتي عشان نفهم، نجلاء دي كانت قاعدة فين؟ في وظيفتها، قاعدة سكرتيرة في مكتب طبيب عيون في محافظة البحيرة. صاحبتها دي صديقة عمرها زي ما بيقول والدها، وطلع يتكلم في الصحافة وقال إن دي صديقة عمرها وأكلوا عيش وملح مع بعض، ويا ما دخلت عندنا البيت وكنا بنعاملها زي بنتنا. البنت دي طمعت في وظيفة صاحبتها، أخدت اتنين من عيلتها، ده طبعا دي أقوال أبوها نفسه وأمها، أخدت اتنين من عيلتها وراحت لصاحبتها وهي قاعدة في شغلها، وحاولوا يسرقوا منها إيراد اليوم عشان طبيب العيون اللي هي شغالة عنده يتهمها بالسرقة ويمشيها ويجيب صاحبتها دي تشتغل مكانها. ولما كانوا بيخنقوها وهي خلاص بتموت، عملت ايه البنت؟ استنجدت بصاحبتها اللي كانت واقفة واللي كانت هي اللي عايزها تموت، وقالت لها: حرام عليكي، حوشي عني. ودي كانت آخر كلمات نجلاء للقاتلة نفسها. مين بقى اللي قال الكلام ده ومين اللي قال التفاصيل دي؟ القاتلة نفسها في التحقيقات. تداول النشطاء صرخة والد الفتاة نجلاء المجني عليها، تعالوا كده نشوف، أو والدتها تعالوا نشوف كده قالت إيه مع بعض. نجلاء بنتي، نجلاء بنتي، وردة مفتحة، شوفوا اعملوا فيها إيه، موتوها موتة بشعة، موتوها موتة بشعة، عايزة في القصة، عايزة حج بنتي يرجع، مش عايزة أي حاجة من الدنيا، أي حاجة، مش عايزة إلا القصاص فيهم، زي ما عملوا ببنت وأذوها وحرقوا قلبي عليه، ينحرق قلبه وأهاليهم عليهم، زي ما حرقوا قلبي بتاعي، زي ما حرقوا قلبي على أي حاجة. يا صاحبتها دي كانت هنا بتيجي عندها البيت، بتيجي عندها صاحبتها، أنا كنت بوكلها بإيدي وبتلبس لبس بنتي، وبنتي مقدمة لها الحلو كله وغضبت بيه. يعني ده قلب أم مش مطاوعة تصدق أصلاً قلبها إنه صديقتها، صديقة بنتها، هي اللي قتلتها، يعني بجريمة بشعة فوق الوصف. المرتبطة بإيه؟ مرتبطة بجشع البنت في وظيفة صاحبتها. يعني راحت قتلت صاحبتها بالإشارب اللي كانت لابساه عشان كانت طمعانة في الوظيفة اللي هي كانت شغالة فيها. يعني الحقيقة بصراحة مفيش حاجة ممكن تتقال ولا أي تعليق ممكن يتقال على مثل هذه الخيانة ومثل هذا الغدر. من المفروض أن دي واحدة صديقة. حتى بعض الناس تداولت الكلام بينهم هم الصديقتين دول على حساباتهم الشخصية على فيسبوك، واحدة بتقول لها يا حبيبتي، وواحدة بتقول لها يا صاحبتي، ده أنت أختي، وكلام يعني ما يطلعش من واحدة ناوية أنها تقتل للأسف الشديد. حساب باسم شادي علق على الحادثة دي والواقعة دي وقال في تغريدة: مش قادر أصدق إزاي ممكن الغل والغيرة يوصلوا شخص إنه يفكر يأذي حد أو يضره بقى عشان تاخد مكانها في العيادة، تفكر في قتلها. يعني إزاي دماغها توصلها لحاجة زي كده؟ يعني إزاي وصلنا للمرحلة دي إن القتل بقى سهل قوي للدرجات دي؟ يعني كل واحد متضايق من زميله في الشغل يقتله؟
كلام منطقي جدا بصراحة. كمان كتب حساب آخر باسم شيماء إن الجريمة زي دي شوهت معنى الصحوبية، فقالت في بوست حقيقي شوهوا معنى الصحوبية بجد، ما بقاش في أمان لحد، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يصبر قلب أهل المجني عليها يا رب. يعني إحنا للأسف الفترة دي شهدنا حوادث القتل اللي هي بين الأزواج، يعني من كام يوم طبعا كلنا فاكرين اللي حصل في أيام العيد وأجازة العيد، والأزواج اللي قتلوا بعض، سواء الزوجة اللي تقتل زوجها أو الزوج اللي يقتل مراته، ودلوقتي أصدقاء المفروض أن هما مقربين وما زالوا في عمر الشباب، في ريعان الشباب، لسه طلبة في الجامعة، مجرد أن هي طمعت في وظيفة صاحبتها فقتلتها عشان تاخد مكانها. الحقيقة ده مؤشر خطير جدا للي وصلنا له، وكل ده بالصدفة. يعني فكرة انه ما كانش فيه نية القتل، كله قال كده، سواء الجرائم بين الازواج او حتى دلوقتي الصديقة دي قالت انا ما كنتش ناوية اقتلها، انا كنت ناوية اتهمها بالسرقة عشان تطرد واشتغل مكانها، ولما صوتها طلع وصرخت قتلناها. الجرائم المنظمة والسرقة والنصب، يعني دي بقى ايه اذا كان دي الحاجات اللي هي ما فيهاش نية للقتل، ما بالكوا بقى اللي فيه نية للقتل بقى والعصابات المنظمة اللي بتروح تقتل. يعني السؤال احنا رايحين لفين باللي احنا بنشوفه دلوقتي في المجتمع للأسف الشديد.